بتعليق على الموضوع وشأن الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قديح. أهلا بكم أحمد إلى هذه الجولة الإخبارية، الجمعة 13 في فعاليات مسيرة العودة، ومع ذلك يهدأ الشعب الفلسطيني. لو تطلعنا وأنت في قلب الحدث عما خطط لجمعة الوفاء للجرحى اليوم. بالتأكيد، بعد التحية لك محمد والسادة المشاهدين، فعليا نحن نحيي اليوم الجمعة 13 من أحداث مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، وكذلك مسيرات تذكرة الحصار عن القطاع. اليوم الجمعة دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة أن تكون هذه الجمعة جمعة الوفاء لجرحى مسيرة العودة، وبذلك يتم الآن تسميع مئات الآلاف المواطنين على طول الخط الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي شرق المناطق الحدودية لقطاع غزة، من أجل أن يتم إرسال رسالة للاحتلال أن قطاع غزة لن يهدأ له بال ولن يقف ولن يوقف هذه المسيرات ما دام هناك حصار مفروض على قطاع غزة، وما زال هناك تحركات أمريكية ضد القضية الفلسطينية وضد مدينة القدس. نعم أحمد، ما آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية منذ بدء الفعالية؟ بالتأكيد التطورات الميدانية انقسمت إلى قسمين، قسم من دولة الاحتلال التي تحاول دائما قصف القطاع من خلال عشرات الصواريخ الحربية، هذا ما شاهدناه في أغلب الأيام وساعات الليل الماضية في عدة مناطق في قطاع غزة. هتفت قوات الاحتلال مواقع المقاومة الفلسطينية، المتحدثين باسم الإسرائيلي وباسم قوات الاحتلال تحدثوا بأن ذلك يأتي بالرد على إطلاق الفلسطينيين بالونات حارقة، كذلك طائرات ورقية، وبالتالي هنا في قطاع غزة يقول الفلسطينيون بأن الإطلاق البالونات يأتي للرد على جرائم الاحتلال في القطاع. نعم أحمد، كيف هو تعامل جنود الاحتلال مع المتظاهرين؟ هل هناك إصابات وقعت اليوم في صفوف المتظاهرين؟ بالتأكيد هناك، بلغنا في هذه الأثناء عن عدد من الإصابات في المناطق الشرقية لقطاع غزة جراء استهداف الجنود المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، حيث طيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين. ذروة الأحداث لهذا اليوم ستكون بعد عصر اليوم، يعني بعد الساعة من الآن. الآن يتم تجميع المواطنين والمتظاهرين في المناطق الحدودية، قوات الاحتلال تحاول إبعادهم أو تفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي، ولكن تم أسلف بأن السكان في قطاع غزة سيتجمعون بالأغلب في ساعات أو ما بعد ساعات عصر هذا اليوم، وبالتالي الآن وتيرة الأحداث هي قليلة، ولكن الاحتلال يستعد بالقناصة في كل مكان من وقف هذه وقف المتظاهرين ومنع استخدام هذه المظاهرات على طول الحدود. أحمد، هناك أنباء عن تنصيب الاحتلال لمنظومة ليزر لصد البالونات والطائرات الحارقة التي تستخدم من قبل المتظاهرين كشكل من أشكال النضال السلمي، هل تطلعنا عن مزيد من المعلومات عن تلك المنظومة؟ نعم، بشركات البيت الذي دعا الاحتلال بأنها قامت بتصنيع منظومة جديدة تكنولوجيا تعتمد على أسلوب الليزر بالتحديد في استكشاف وكشف الطائرات الورقية المسيرة من غزة ضد الغابات والأحراش في غلاف غزة، وبالتالي هذه تقوم بحل الطائرات الورقية وإسقاطها على الأرض، ومن ثم يتم جلب إشارات لطائرات استطلاع أي تصل هذه الطائرات إلى مكان إسقاط الطائرات الورقية والبالونات، ومن ثم إذا كان هناك متفجرات تحملها هذه الطائرات الورقية تقوم الطائرات الصغيرة باستهدافها صواريخ. على أي حال هذه منظومة تم تفعيلها اليوم لأول مرة على حدود غزة،
ولم يتم لم يتضح نجاعة هذه الوسيلة. نحن ننتظر حتى ساعات المساء إن كان هناك حرائق تشب في الغلاف غلاف غزة جراء هذه الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، أم فعليا سيكون هناك نجاح لهذه المنظومة التي لا يعول عليها الشؤون الفلسطينية. أحمد قطيح الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.